في مردوده لحسام حسن. دقيقه 43 الياسو للامام المباراه. يا 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 هدف هدف مش معقول مش معقول. هدف جميل والله. يا سلام يا هاب يا مصري. خطا منك يا محمد ابو جبل انما على طول وإيهاب المصري يسجل هدفه. يمكن إيهاب المصري هدفه الخامس في هذا اللقاء. ايه هدفه في الدوري. الزمالك بدات ايه الدفاع السعيد بعد ما الجماهير بدات تخرج من الملعب. كابتن طه مصري يمكن واقف مكانه في الملعب. بورسعيد البسيله واحد تفسير اهي الكوره اهي اتلعبت من ورا من عند الياسو. تعدي تخبط ترجع مره ثانيه يكملها ايهاب المصري. انما انا شايف قبل عبد الظاهر السقا الكوره جوه على طول اهي مره ثانيه عدت من الكل. اخطا ابو جبل للكوره يحاول يطلعها عبد الظاهر السقا طلعها فعلا من جوه. انما على طول يا ترى هيحتسب لك يا مصري ولا هيحتسب ليه الياسو اللي لعبها من خارج الملعب.